تصدير العقار محتاج نوع من التعاون ما بين الحكومة وشركات التسويق مع المطورين، لينشئوا مجموعة من المنصات، مئات وعشرات الآلاف من المنصات اللي تصدر العقار. بس لازم مش أي منصة تصدر عقار، لازم المنصة دي يكون فيها نوع من الكلاسيفيكيشن، تصنيف للعقارات، سواء سكنية أو شقق أو فيلات أو قطاع مكاتب وغيرها. دي نقطة. النقطة الثانية، لازم تكون هذه الصور مجسمة وصور حقيقية للموقع، ولازم يكون سيرتيفايد، لازم يكون في هيئة خاصة بوضع معايير ان العقار ده لما يتحط في المنصة لازم يكون واخد نوع من المصداقية. دي اول نقطة. فيها كمان جميع السبيكس، المواصفات الخاصة بشروط التعاقد وشروط التشطيب والاسعار وغيرها. طب المنصة دي لوحدها كده كافية؟ لا، لازم ترتبط بنوع من منصات التجارة اللي فيها دفع إلكتروني، سواء حكومية أو غير حكومية، وفيها نوع من المصداقية، لأن اللي هيشتري عقار من الخارج مش لازم ينزل مصر عشان يشوف العقار. إذا شافه على المنصة واقتنع به وسهل وشاف نوع من المصداقية في عرض العقار وموثق من جهة موثوقة منها من الحكومية، وكمان مرتبط بدفع إلكتروني من خلال مجموعة من البنوك، يمكن تصدير ومضاعفة تصدير العقارات عشرات ومئات المرات لو أنشأت هذه المنصات.